وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. كلنا راحلون وكلنا خلقنا للفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اترك أثرا قبل الرحيل. سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تمشي في حاجته أحب من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا. وإذا مشيت معه في معاملة حتى أثبت له ما يفيده وينفعه، أثبت الله قدمك على الصراط الدحض المزلة يوم تزل الأقدام. اترك أثرا قبل الرحيل. ولذلك فهو يهدي الأعمى ويسمع الأصم والأبكم، وكذلك يحمل مع الضعيف ويسعى مع الملهوف وينصر المظلوم ويصلح بين المتخاصمين، كلها أعمال تنفع بعد مماته. اترك أثرا قبل الرحيل. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. فبت ليلة فرأيت في المنام أن القيامة قامت، ودعيت إلى الحساب، وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي. قدوة. بعض الشباب يقولون لماذا لا نكون مسلمين عاديين؟ يعني لازم نكون مثل هؤلاء المستقيمين المتدينين، وإيش الفائدة أن يكون واحد متدين؟ ليش لازم يكون واحد يعني مستقيم؟ يعني ممكن نصير مثلا نص نص. بصيرة. قلت وما هذا أمير المؤمنين؟ قال فالوذجة بدهن الفستق. قدوة. وأوقف أبو بكر رباعا له بمكة على الفقراء، وعمر بن الخطاب كان له بستان في خيبر، منطقة زراعية جعلها وقفا. نقيا كن بهيا كن كحبات المطر، كن رؤوفا كن رحيما ابتسم وانسى الكدر. كن نقيا كن بهيا كن كحبات المطر، كن رؤوفا كن رحيما ابتسم وانسى الكدر، ابتسم وانسى الكدر.